تاع السردين موجه للاستهلاك طازج ونعموه على بربي ان شاء الله على كافه ربوع الوطن، والثمن ما يتجاوزش 50,000، 500 دينار جزائري للمستهلك، 500 دينار جزائري للمستهلك. كما راكم تشوفوا عبر الولايات كاينه سطيف، قسنطينه، ميلا، باتنا، سكيكده، والسمك هذا مستورد من الدوله الشقيقه تونس، وجبنا اليوم اكثر من 10 اطنان، وبقدرة ربي ان شاء الله نغطيو كامل احتياجات المواطنين. في سيدنا رمضان مبادرة طيبة داروها لنا الدولة، دخلنا السردينة تاع تونس الحمد لله، اليوم السردينة راهي ب 50,000، شيء يفرح بربي ان شاء الله. وماذا بينا الدولة تاعنا زيد دير مبادرة أكثر من هذه. جينا اليوم هنايا الحوت الدفعة تاع تونس، جينا هنايا باش ندخ على أنه في الغرب راه داير 120 ومننا رانا ندو فيه 50,000، حاجة مليحة هذه للمواطن، كما نقول حاجة مليحة للشعب. كون تبقى المبادرة دي يبقى الحوت يخش كي منك، تبقى على شهر رمضان على طول، وزيد طيح الأسماك المحلية تاعنا حنا هكا شوية تنقص، ياكل المواطن. كاين ناس ولات والله ما تقدر تشري السردين، أنا عندي دي كليون يخش يلقاها بالبري تاع فوق 100,000 راهو ما يشريهاش.